I never stop to see you cry. I never listen to your tears and prayers. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You'll get your love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة. اليوم راح ناخذ محاضرة عن Advanced Solid Editing. الفصل الأول أخذنا Basic Solid Edit اللي تناولنا بإعازات Union والSubtract والIntersect. المحاضرة اليوم راح ناخذ Advanced، فراح تشمل ثلاث مجموعات، مجموعة Age والFace والBody. فراح ناخذ مجموعة من إعازات الFace لهذه المحاضرة. راح ناخذ اول اعاز اللي هو الكوبي فيس. طبعا احنا هنا راح نتعامل مع سطح واحد او اكثر لمجسم، ف يكون عندي مجسم اني سوليد اتعامل مع سطح. فعلى سبيل المثال عندي هذا البوكس ابعاده 20 بالطول والعرض 15 والارتفاع 10، وأيضا عندي اسطوانة ثاقب البوكس في المنتصف نصف قطرها 3. أريد أسوي كوبي لهذا السطح العلوي، فهنا أروح على الإعاز من قائمة Modify Solid Editing وأختار Copy Faces. راح يطلب من عندي أنه أنا أسوي Select للفيس اللي أريد أسوي له كوبي، فراح اختار هذا السطح العلوي. طبعا تأشر عندي السطح العلوي وايضا السطح الجانبي، فهنا اسوي رايت كليك ريموف لهذا السطح الجانبي، زين، ثم اضغط انتر. راح يطلب من عندي سبيسيفاي بيس بوينت، يطلب من عندي نقطة على السطح، فمثلا راح اختار نقطة 10 ب 7.5 ب 10 اللي هو يمثل لي السنتر مال الاسطوانة. زين عندي 10 ب 7.5 ب 10، اضغط انتر. بعدين اريد من عندي السكند بوينت وين ادخل لي هذا السطح، فاكتب مثلا الاحداثيات على سبيل المثال 0 40 ب 0 واضغط انتر. بعدين اضغط مرتين انتر حتى اطلع من الاعاز. فهسه صار عندي هذا السطح مستنسخ عبارة عن 2D. اقدر اطبق عليه اعازات الادفانس 3D كوماندز اللي هي الاكسترود واللوفت والريفولف والسويب. فمثلا اسوي له اكسترود لهذا السطح، اعيده، اختارت الشكل. فهنا انا اقدر اسوي له بثق مثلا او بارتفاع او بزاوية انحدار او اذا كان عندي مسار معين. المهم انه السطح المستنسخ يكون بشكل 2D. هذا اول اعاز ضمن مجموعة الادفانس سوليد اديتنج، مجموعة الفيس. راح ناخذ الاعاز الثاني اللي هو الموف. الموف فيس انه انا عندي فيس اريد انقله من مكان الاصلي الى مكان اخر، فهنا احتاج نقطتين، نقطة على السطح اللي اريد انقله والنقطة الثانية احتاجها تمثل المكان الجديد للسطح المنقول. فمثلا هنا عندي نفس هذا البوكس اللي سبق ان اخذناه، ابعاده طوله 20 والعرض 15 والارتفاع 10، وعندي هنا سلندر نصف قطرها 2.5. فالسلندر كانت في منتصف البوكس. الشكل الثاني بعد التعديل عليه يعني هو نفس الشكل الاول بس صار بتعديل Modify، أصبحت الأسطوانة في منتصف طول البوكس. فهنا أروح على الإعاز من Modify Solid Editing، أختار Move Faces. فهنا راح أختار الأسطوانة المجوفة، أسوي كليك على هذا السطح. طبعا
طبعا تأشرت الاسطوانة المجوفة مع أيضا السطح العلوي للبوكس، فهنا أنا لازم أزيل هذا السطح العلوي للبوكس، ف أسوي رايت كليك ريموف وأختار السطح العلوي وأضغط انتر. هنا أيضا يريد من عندي البيس بوينت، نقطة على السطح الاسطوانة اللي راح يكون هو نفسه السنتر مثلا العلوي، فأنطي بالإكس 10 وبالواي 7.5 وبالزد 10. بعدين هنا راح أنطي الإحداثيات هذا المكان اللي هو يكون عندي 10 بالإكس وبالواي 0 وبالزد 10 وأضغط أنتر. بعدين أضغط مرتين أنتر حتى أطلع من اليعاز. إذن بالنسبة لإعاز موف فيس، إنه أحتاج إنه أول شيء أسلك السطح اللي أريد أنقله، ثم أحتاج نقطة على السطح اللي أريد أنقله، ونقطة ثانية يمثل لي المكان الجديد للسطح. عندنا إعاز ديليت فيس، بهذا الإعاز أقدر إنه أمسح أسطح. فعلى سبيل طبعا في هذا الموضوع راح يكون عندي رسمين، الرسم الأول والثاني مثل التعديل عليه. ففيما يخص النظري راح ترسم لي الأول والرسم الثاني تنطيني فقط التعديلات عليه، أما في العملي فراح ترسم الشكل الأول ثم تسوي لك كوبي بيست وتعدل على الشكل المستنسخ. فهنا بهذا الشكل عندي بوكس بالأسطوانة نافذة نصف قطرها اثنين، وعندي هنا تشامفر وعندي فليت. التعديل عليه انه فقط بوكس بدون تشامفر وبدون اسطوانه نافذه وبدون فليت. فهنا راح اروح على الاعاز من موديفاي سوليد اديت، اختار ديليت فيسز. هنا أنا طبعا راح اختار الاسطح اللي راح تمسح، فراح اختار طبعا التشامفر واختار الاسطوانه واختار الفليت. طبعا تأشرت عندي اكثر من سطح، ف مكان فارغ اسوي رايت كليك ريموف واختار الاسطح اللي تاشرت عندي، بعدين اضغط انتر ثم مرتين انتر حتى اطلع من الاعاز. عندنا اعاز اخر اللي هو الاكسترود. هنا الاكسترود هو اكسترود لفيس، وهذا لازم انه تميز بينه وبين اكسترود اللي اخذناه بموضوع الادفانس 3 دي كومنز. ذاك كان انه نرسم شكل 2 دي ثم نستعمل اكسترود راح يتحول الى 3 دي. هنا انا عندي شكل 3 دي بس دا اتعامل مع سطح واحد او اكثر، وهنا راح اسوي له بثق. البثق طبعا دائما يكون عمودي على المقطع، وهنا نفس الحالات الاكسترود اما بارتفاع او بزاويه انحدار او مسار. فهنا عندي اول شيء راح اسوي بارتفاع راح اسوي اكسترود فيس، طبعا راح اختار هذا السطح الجانبي. فتأشر انا عندي السطحين، راح اسوي ريموف للسطح العلوي، اضغط انتر. هنا نريد من عندي الهايت اوف اكستروشن، فاذا انطي موجب يستطيل، سالب راح ينضغط، فراح انطي مثلا 5. ويسالني عن زاويه الانحدار، هنا اللي هي مفعله 0 انطي ايضا هي 0 واضغط انتر، وبعدين مرتين انتر حتى اطلع من الاعاز. الان استطال عندي المقدار 5 وحدات. زين، بالنسبة إذا كان عندي بزاوية انحدار اختاره، هنا تأشر فقط عندي السطح الجانبي، أضغط انتر، هنطي ارتفاع مثلا 5 أو انطي 10، وانطي زاوية انحدار مثلا 5، وهنا أضغط انتر، بعدين مرتين انتر حتى أطلع من الإعاز. هنا راح تلاحظون إنه صار عندي انحدار من جوانب او من يعني اربع حواف. طبعا اذا كانت عندي الزاوية بالسالب راح الكتلة تزداد، كتلة الاستطالة او البذر راح تزداد. زين، اذا كان عندي هنا مسار، فراح ارسم مسار بالبولي لاين سالب 5 بصفر ات سالب 30 بصفر، بعدين احوله الى ارك وانطي الاند بوينت ات بصفر ات صفر بالاكس وبالواي مثلا سالب
25 واضغط انتر بعدين انتر. هسه اروح على اليعاز موديفاي سوليد اديت اكس رود، راح اختار السطح الجانبي اضغط انتر بعدين اكتب بي انتر، وهنا أنا اختار المسار اللي اني رسمته واضغط مرتين انتر حتى اطلع من العز. مثل ما ذكرت انه لازم يكون المسار عمودي على السطح المجسم. نكتفي اليوم بهذه الإعازات، ان شاء الله المحاضرة القادمة نكمل إعازات الفيس. السلام عليكم، اليوم راح نكمل موضوع الـ Advanced Solid Editing الفيس، مجموعة الفيس، فراح ناخذ إعاز Offset Face. هنا أنا عندي طبعا بهذا الموضوع راح يكون أنا عندي شكلين، الشكل الأول رسمه، الثاني مثل التعديل باستخدام الـ Advanced Solid Editing. فعندي هسه هذا الشكل عبارة عن بوكس بأسطوانة نافذة نصف قطرها ثلاثة. الأشكال اللي عليه التعديل انهم التجويف مره يكون نصف قطره واحد ومره يكون نصف قطره خمسه. هنا اسوي اوفسيت، الاوفسيت اروح من قائمه موديفاي سوليد اديت واختار اوفسيت فيسز، هنا راح اختار التجويف. فصار لك عندي السطح العلوي، اسوي له ريموف واضغط انتر. فهنا يريد من عندي الاوفسيت ديستنس، فهنا حسب اذا انطي القيمه موجبه او سالبه، يعني اذا انطي 2 بالموجب واضغط انتر وبعدين مرتين انتر حتى اطلع من الاعاز، لاحظ شنو انه الكتله السوليد تزيد على حساب التجويف. زين اذا ارجع اعيد الاعاز وانطي القيمه بالسالب، اختار الاسطوانه وهنا سلك عندي السطح العلوي، اسوي له ريموف رايت كليك اختار ريموف وبعدين اسلك السطح العلوي للبوكس اضغط انتر، هنا انطي بالسالب سالب 2 واضغط انتر، لاحظ انه بعدين مرتين انتر هنا التجويف عندي زاد. هنا اقدر ايضا اسوي اوفسيت مثلا مثلا السطح الجانبي على سبيل المثال، اسوي ريموف للسطح العلوي اضغط انتر، انطي مثلا مقدار خلينا نقول 6 واضغط انتر بعدين مرتين انتر، فهنا شنو الكروس سكشن ثابت يكون عندي بالاوفسيت. زين اذا ناخذ اعاز اخر ضمن مجموعه الفيسز، احنا اخذنا الكوبي بالمحاضره السابقه، الكوبي والديليت والاكسترود والموف، الان اخذنا الاوفسيت، راح ناخذ الروتيت. روتيت فيس انه انا عندي فيس اسوي له روتيشن، فمثلا هنا أنا عندي هذا الشكل الاول، تجي ترسم بوكس ابعاده 60 ب 60 والارتفاع ماله 10. هنا انا عندي التجويف عباره عن بوكس و نصف اسطواني، بعدين نسوي سبتراكت. الشكل الثاني لاحظ انه التجويف اتجاهه تغير، يعني دور 90 درجه دار، وايضا عندي هذا السطح الجانبي دار بزاويه 30 درجه. فهنا شلون اسوي هذا الشكل او شلون اسوي هذا التعديل؟ اروح على موديفاي سوليد اديت اختار روتيت فيسز، هنا اختار التجويف، فهنا لازم اسوي سيلكت لكل الفيسز مال التجويف، يعني عبارة عن النصف اسطوانة والبوكس. طبعا هنا نتأشر عندي السطح العلوي، فهنا اروح على مكان فارغ على الشاشة واسوي رايت كليك ريموف واختار هذا السطح العلوي بعدين ادوس انتر. هنا عندي حالتين، يا اما انه ارسم محور التدوير او انه اختار محاور جاهزة اللي هي الاكس والواي والزيت اكسس. فهنا انا الزيت يخدمني فاكتب زيت واضغط انتر، بعدين هنا طبعا اذا اختار اني محاور جاهزه لازم انطي نقطه تدوير، فهنا يريد من عندي الاوريجين اوف روتيشن اللي هي نفسها 0 0 0، اضغط انتر، نجي للزاويه، هنا الزاويه ضم اصابع اذا موجبه 90 درجه واضغط انتر بعدين مرتين انتر حتى اطلع من الاعاز. زين نجي هسه للسطح الجانبي السوليد التدوير بزاويه 30، فاروح ايضا على الاعاز موديفاي سوليد اديتنج سوليد editing و rotate face، هنا راح اختار هذا السطح الجانبي، ما تأشر عندي سطح اخر، اوكي ادوس انتر. هنا اقدر انه اني ارسم المحور، راح اخلي هذا المحور افترض هنا راح يكون، فعندي النقطة الأولى طبعا تجوف بالمنتصف صاير، فهنا عندي سالب 30 بالاكس وسالب 30 بالواي وبالزيت، اقدر انطي مثلا سالب 10
وبعدين هنا النقطة الثانية اكتب آت 0 بالإكس 0 بالواي وعشرة أو 20 بالزد واضغط انتر. زين اريد من عندي هسه هنا طبعا ميد من عندي نقطة، يعني إذا تختار أنت محاور جاهزة لازم عندي نقطة اللي هي origin of rotation. إذا أنت ترسم محور تدوير بنقطتين ما يريد من عندك طبعا نقطة تدوير. يريد من عندي الزاوية، هنا الزاوية هي 30 لكن حسب قاعدة الكف اليمنى عندي هنا فتحة أصابع فيكون بالسالب، فأنطي سالب 30 درجة. بعدين حتى أطلع من الإعاز أضغط مرتين إنتر. هنا إذا بالعمل أنت أخطأت بالتطبيق تروح على أوبشن أندو، تكتب يو أو رايت كليك أندو راح ترجع خطوة سابقة تعدل عليها. المهم هنا أنا راح أضغط مرتين إنتر حتى أطلع من الإعاز. عندي آخر إعاز مجموعة الفيس هو التيبر، تيبر الانحدار. أنا عندي مثل هنا عندي السطح الجانبي هذا السطح الجانبي طبعا هذا الرسم الأول. أكرر إذا كان بالعملي ترسم هذا السطح ترسم هذا الشكل اللي هو عبارة عن بوكس والتجويف اللي هو عبارة عن بوكس وسلندر بعدين نسوي سابتراكت هذا تكمله. إذا بالعملي تسوي لي كوبي بيست أحد النسخ تعدل لي عليها، لكن بالنظري لا، انت ورا ما رسمت هذا الشكل تنطيني الاعازات مالت التعديل مباشره. فهنا انا شنو عندي التعديل؟ انه هذا السطح صار بي السطح الجانبي صار بي تيبر بزاويه مقدارها 20 درجه. فهنا انا شنو اروح على الاعاز موديفاي سوليد اديت اختار تيبر فيسز، هنا يسالني سيلكت فيسز، هنا راح اختار هذا السطح الجانبي اسلك عندي العلوي فرايت كليك على سطح فارغ اسوي ريموف وبعدين اختار السطح العلوي وادوس انتر. هنا اريد من عندي المحور مال الانحدار، ودائما بنهايه المحور راح يكون هو الانحدار. فهنا انا راح انطي سالب 30 بسالب 30 بسالب 10 ات 0 0 10 اضغط انتر. هنا راح يسالني عن الزاويه، الزاويه انا عندي هنا شنو؟ كتله التجويف ده تقل فالزاويه موجبه، العفو مو كتلة التجويف، العفو كتلة الصوليد تقل، فهنا انطي الزاوية بالموجب، فانطي زائد 20، اضغط انتر، إذا كان الكتلة السطح هذا الجانبي بها زيادة فانطي بالسالب، بس هنا عندي نقصان فانطيته 20 واضغط مرتين انتر حتى اطلع من الإعاز. ها بالنسبة إلى مجموعة الفيس، عندنا مجموعة أخرى اللي هي البادي، راح ناخذ منها الشيل. قبل هذا المثال راح نرسم فد مثال بسيط حتى نوضح الشكل او الإعاز. فرضا اذا كان انا عندي بوكس 0 0 0 20 ب 20 ب 20 زين، هذا اريد اسوي له البوكس اريد اجوفه بحيث يكون شكل قشره زين، واريد السطح العلوي يكون مفتوح للفضاء. فهنا اروح على الإعاز موديفاي سوليد اديت اختار هذه مجموعه البادي وهذه مجموعه الايدج. هنا بالنسبه للبادي راح اخذ الشيل راح اختار البوكس، بس سويت كليك على البوكس شريد من عندي ريموف فيسز. هنا انا شنو اريد؟ اريد انه يكون السطح العلوي ومفتوح للفضاء وبنفس الوقت مسوي قشره للبوكس بمقدار خلينا نقول مثلا 3 زين. فهنا انا راح اسوي ريموف للسطح العلوي زين. طبعا من سويت هسه انا ريموف لهذا السطح العلوي عندي اسطح الجانبيه ايضا راحت بالريموف، فعلى مكان فارغ رايت كليك اقول له اد. فهنا شنو راح اجي اسوي سيلكت لهذه الاسطح الجانبيه وما اجي على السطح العلوي. زين بعدين اضغط انتر. هنا اريد من عندي الشيل اوف سيت ديستنس انطي مثلا 3 واضغط انتر بعدين مرتين انتر حتى اطلع من الإعاز. فهنا إذا أدور الشكل راح نلاحظ أنه البوكس طبعا
مفتوح هو الفضاء، وعندي هذه هي المسافة القشرة اللي هي 3 من كل الجوانب. زين، إلى قاعدة طبعا سفلية، بس القاعدة العلوية مفتوح إلى الفضاء. وأيضا هذا الارتفاع بقى ثابت عندي. يعني هسه إذا أرجع على الشكل ونسوي الأبعاد، نلاحظ أنه بالدايمنشن أنه المسافة عندي دايمنشن، المسافة عندي هي عشرين. نرجع هذه المسافة 20، يعني 20 ما قلت قيمتها. السلام عليكم طلابي الأعزاء، اليوم المحاضرة راح تكون عبارة عن أمثلة عن مادة الـ Advanced Solid Editing. فبهالمحاضرة طبعا أنا إضافة للمحاضرة الفيديوية أرفقت ملفين يعني مجموعة من الأمثلة والتوضيح على المادة بشكل يعني كل، يعني اللي هي أخذنا احنا جزئين اللي هي الفيس، وأخذنا مجموعة من الإعازات، والباقي أخذنا فقط الشيل. راح ناخذ الان مثال، يعني اكو امثله كثيره، يعني عندنا مثل هذا الشكل محلول يعني عندكم، بس انا راح ارسم هذا الشكل يعني بيه شويه افكار عندكم ان تتعلموها. دائما بهذا الموضوع انه عندي رسمين، الرسم الاول ارسمه بعدين الثاني مثل التعديل. فهنا الشكل على اليمين هو الرسم الاساسي واللي هو مال الفصل الاول ما بي اي صعوبه، اللي على اليسار هو مثل التعديل. فهنا التعديل شنو؟ انه صار جزء صار يعني نص الشكل الاول، بعدين هنا الطول عندي بي استطالة، عندي هنا اللي صار هنا 80، يعني هنا اذا اقطعه بهذا المكان حيكون 55 هذا الطول، لكن هنا صار عندي 80. عندي هنا السطح الجانبي تدوير بزاوية 20، عندي شيل مقدار 2، وعندي ايضا هنا هذا الجدار او خلينا نقول البوكس العمودي الثيكنس مالته صار باستطالة مقدارها 12. فهذا شلون ارسمه؟ اول شيء راح ارسم البوكس الافقي 0 0 0 150 ب10، نصغر الشكل. البوكس الثاني هو عمودي 45 ب0 0 10 ب50 ب100. الان ماكو داعي ارسم لي بوكس ثالث، اروح على الميرر اختار هذا البوكس الافقي، انطي هنا مستوى المرآة هو اكس واي، وانطي هنا نقطة هو بالمنتصف، يعني هنا يكون مستوى المرآة، فصفر اصفر الاكس واي وانطي قيمة الزيت اللي هو 50، واضغط انتر لان انا اريد صورة المجسم والصورة يعني المجسم والصورة المعكوسة اريد. بعدين عندي هنا اسطوانة بالاكس 20 وبالواي 25 ونصف قطرها هنا 5. اصور انتم ايضا هذا الرسم راسمي سابقا، 20 ب25 ب0، راديوس 5، والارتفاع هنا أنا انطي الارتفاع للكل اقدر من 120. زين، هذه اسوي لها ايضا ميرر مستوي واي زد، النقطة بالاكس هي 50 ب0 0. هسه الان اسوي سابتراكت، اختار البوكس الاول والثاني والثالث، اضغط انتر، بعدين الاسطوانة الاولى والثانية واضغط انتر. بعدين هنا انا شنو عندي؟ عندي هنا فيليت 4 حواف، وعندي هنا تشامفر 10 ب10. فخلينا نسوي تشامفر. اول شيء هذا السطح اختارته انتر 10 ب10، واختار مرة ثانية وادوس انتر. بعدين اروح على الفيليت اختار، طبعا لازم هنا ورا السابتراكت لان مقوس، نصف القطر 10، وهنا اختار تشين لان عندي اكثر من حافة، اختار ايضا هاي الحافة وادوره الشكل، اختار هسه هاي الحافة وهاي الحافة واضغط انتر. هسه انا كملت هذا الشكل، يعني لاحظوا ما اخذ في وقت. يعني نجي هسه للتعديل. اول شيء عندي راح اقطعه بالمنتصف، مو بالمنتصف يعني البوكس العمودي احتاجه، فاروح على السلايس اختاره مثل لك عندي، ارجع سلايس اختاره، هنا راح اقطع بمستوى واي زد، فعندي رايت كليك
واي زد 55 بصفر صفر واضغط انتر. هسه انقطع، هذا اسوي له ديليت. زين، عندي هذا السطح الجانبي قلنا بيه التدوير بزاويه، فاروح من موديفاي سوليد اديت اختار روتيت، راح اختار هذا السطح الجانبي انتر. هنا راح ارسم المحور، هذا هو المحور اللي هو صفر 50 صفر، بعدين ات صفر صفر 10، وهنا انطي الزاويه اللي هي قد كانت 20، واضغط مرتين انتر حتى اطلع من العاز. زين، هسه هنا انا عندي استطاله للشكل، يعني هذا عندي 80 هذا البعد، في هنا انا شنو عندي 55، فاذا الفرق هو 25، اسوي له اكسترود فيس. هذا الاكسترود فيس، اختار السطح الجانبي، هنا السلك عندي الامامي او الجانبي الاخر، اسوي كليك انتر انطي 25 والزاويه صفر، اضغط مرتين انتر اطلع من العاز. هسه بعدين اروح للشيال اللي قلنا مقداره كان 2، اختار هذا اسوي كليك هنا، بعدين هذا قلنا يكون مفتوح فكليك عليه انتر 2 انتر، بعدين انتر مرتين اطلع من العاز. هسه هنا هذا السطح الخلفي اللي مو بعيد اللي قريب، هاي وين انا خالي المؤشر، هذا اسوي له اكسترود بمسافه مقدارها، لان هاي هذا الثيكنس 2 انطي 10، اسوي له اكسترود مقداره 10 فاختاره انتر 10 انتر صفر، يعني الزاويه ومرتين انتر، خلاص عندي شكل. فبهذا الموضوع اهم شيء انه لازم انه تنتبه على الاختيار للسطح، وتعرف تميز ما بين الاكسترود والموف والموف فيس والاكس الاوفسيت. الاكسترود اذا سويته او اختاريته راح يكون الكروس سكشن ثابت، ولا تنسون انه تقرون المرفقين اللي بمجموعه من يعني امثله وبعض التوضيح على الماده.